تظاهر عدد من طلاب جامعة صنعاء اليوم للمطالبة بإخراج المسلحين من الجامعة، وأمهل الطلاب المحتجون رئاسة الجامعة 72 ساعة لإخراج المسلحين، ما لم فإنهم سيلجؤون لخطوات تصعيدية من بينها اعتصام مفتوح داخل الجامعة حد قولهم. وقال المنظمون للفعالية إن مطالبهم تتمثل في إخلاء الجامعة من وجود المسلحين ومطالبة رئاسة الجامعة التعاقد مع حرس مدني والتسريع بانتخابات اتحاد الطلاب وإلغاء رسوم الموازي والالتزام بمجانية التعليم. لا لعسكرة الجامعة، أيضا لا لجعلها، كذلك عرضة للميليشيات المسلحة. دعونا ندرس بأمان، دعونا ندرس كطلاب حضريين، كواقع ومجتمع نرتقي بهذا الوطن. خرجنا اليوم من أجل المطالبة برفع جميع المظاهر المسلحة وعدم تنصيب الميليشيا نفسها كبديل أساسي للعملية الإدارية في الجامعة. جامعتنا مدنية ومش للميليشيات وللرصاص، نحن ندرس مش نحارب. نخلق الجامعة من جميع المظاهر المسلحة الميليشياوية والعسكرية. ثانيا أن يكون هناك تعاقد من قبل رئاسة الجامعة مع حرس مدني.